بسم الله الرحمن الرحيم. من الضروري أن الإنسان يهتم بالثقافة، لأن الثقافة عبارة عن توجيه الإنسان إلى الخير أو الشر. نفران في بغداد مثلا، أحدهما يخرج من بيته وهما إخوان ولهما تربية تحت مظلة والد ووالدة، أحدهما يخرج من بيته إلى المخمر والآخر يخرج من بيته إلى المسجد. لماذا هذا الفرق؟ أحدهما هكذا وأحدهما هكذا، مع العلم أنهما أخوان شقيقان، ومع العلم أنهما ربيا في بيت واحد. سره أن الذي يخرج إلى المسجد ثقافته مسجدية، والذي يخرج إلى المخمر ثقافته خمرية. أبو طالب وأبو لهب كلاهما إخوة وكلاهما عشيرة وكلاهما في بيت. أبو لهب من أعداء رسول الله أداء غريبة، وأبو طالب من حماة رسول الله حماية غريبة. ما هو الفرق بينهما؟ هل الجسم؟ هل المناخ؟ هل الوراثة؟ هل التربية؟ هل الهيكل؟ هل المأكل والمشرب؟ هل الغنى والفقر؟ أبدا، الفرق بينهما الثقافة. أبو لهب ثقافته عداء رسول الله، حب الآلهة، حب الأصنام، حب الخمر والقمار واللهو واللعب وما أشبه. أبو طالب بالعكس، ثقافته ثقافة إيمان، ثقافة فضيلة، ثقافة تقوى، ثقافة بر، ثقافة صلة رحم. أبو طالب يحامي عن رسول الله، وأبو لهب يضرب الأحجار على رجل رسول الله إلى هالحد من العداء. إنسان يقول رأيته في مجاز وهو شارع في مكة المكرمة، شابا جميلا وسيما عمره زهاء الأربعين، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أنه رسول الله، وجماعة من الناس ملتفين حوله يستمعون إلى كلامه. ورأيت إنسانا أحول، لأن أبو لهب كان أحول وكان يسمى بأبي لهب لأن وجهه كالنار الملتهبة، كانت وجنتاه حمراوتين، يضربه بالحجارة ويقول أيها الناس لا تسمعوا له فإنه ابن أخي كذاب. بينما الرسول معروف بينهم من أيام الجاهلية بأنه الصادق الأمين، يعني هو يعرف أنه صادق، لكن ثقافته ثقافة باطلة. والسر هذه الثقافة زوجته أم جميل، أم جميل أخت أبو سفيان، أبو سفيان أموي، فأم جميل أموية، وهذه الثقافة الزوجية أثرت في هذا الرجل الجاهل وهو أبو لهب، يعني تعلم الثقافة من زوجته، فهو وزوجته يتعاونان في عداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هو فيضرب الرسول بالحجارة، ولذا تبت يد أبي لهب حتى لا تفوته اليد الواحدة، فيضرب الرسول بالحجارة بيديه، تبت يد أبي لهب والتب، يعني أنه هو أيضا تب، يعني هو أيضا هلك. تبت يد أبي لهب والتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني
ماله وكسبه، كسبه أي شيء ما أغنى عنه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، يعني أن النار تكون ملتهبة. وامرأته حمالة الحطب، لأن هذه المرأة أم جميل أخت أبي سفيان كانت تحمل الأشواك والأحطاب وتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين بيت الرسول وبين مسجد الحرام، لأن النبي نصف الليل يجي إلى المسجد الحرام، المسجد الحرام كان مفتوح ليل نهار للناس، فالرسول كان يدخل المسجد حتى يصلي حتى يقرأ القرآن حتى يتعبد إلى الله، وهذا بالليل، والقبول مظلمة في مكة بطبيعة الحال مرتفعة وناصية وعالية، والرسول كان حافيا كما أن أكثر أهل مكة كانوا حفاة. الحافي تؤثر فيه الأشواك، ولهذا كان رسول تدمى رجله بسبب أم جميل، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، مسد يعني ليف، يعني أنه يشيل الحطب والأشواك وما أشبه وتخلي الأشياء في جيدها وتذهب حتى أنها تلقي هذه الأشواك في طريق رسول الله وتدمي رجل رسول الله، وحقيقة كانت تدمي رجل رسول الله. أبو لهب نهارا وأم جميل ليلا، ما هو الفارق بين أبي طالب الحامي وأبو لهب الحرامي؟ وكلاهما إخوة، وكلاهما من قريش، وكلاهما من أولاد عبد المطلب. الفارق هو الثقافة، الثقافة تفرق بين الناس، بين الإخوة، بين الأب والأم، وهكذا الثقافة هي المفرقة. السيد الحميري هذا مو سيد بمعنى الهاشمي، لا، وإنما اسم، لأن العرب يسمي بعض أولاده بالسيد، يعني سيد يعني شريف يعني شخصية، هو مو سيد. هذا الرجل السيد الحميري، حميري هم نسبة إلى حمير، هذا الرجل يولى أمة الطاهرين ولا أبعد حدود، بينما أبوه من النواصب غريب النصب، وأمه كانت ناصبية أيضا، الأب والأم ناصبيان، بينما السيد الحميري من الموالين، وديوان السيد الحميري مطبوع في زمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال أشعارا غريبة حول علي، حول الصادق، حول غيرهما، ثقافته أوجبت هذا الشيء. الإنسان يجب أن يهتم بالثقافة، واقع الثقافة هي المفرقة، ونحن المسلمين لا نهتم بالثقافة. في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية نصفت كل شيء، لأن ألمانيا تقريبا كل العالم حارب ألمانيا بسبب هتلر الذي هو حارب كل العالم، فنصف كل شيء نصف، ومن جملة المنصوف في ألمانيا مكتبات ألمانية. الآن بعد الحرب العالمية الثانية صنعوا فيها مكتبة، والآن هذه المكتبة تحتوي على 50 مليون كتاب لمدة 45 سنة، بينما في كل بلاد الإسلام ونفوسهم 1.6 مليار، ما عندهم مكتبة حتى تحتوي على 10 ملايين كتب، ما عندهم. لماذا؟ يعني أولئك يهتمون بالثقافة، نحن لا نهتم بالثقافة، الكتاب مو مهم عندنا، القراءة مو مهم عندنا، المطالعة مو مهم عندنا. أنا قرأت في كتاب عند الكونغرس الأمريكي مكتبتها تحتوي على 90 مليون كتاب، هذول يهتمون هالشكل اهتمام، ولذا مكتبتهم مكتبة الكونغرس فيها 90 مليون كتاب، 90 مليون، يعني شيء أغرب من الخيال. ونحن المسلمين بأعدادنا الكثيرة في العالم 1.6 مليار، إذا مو أكثر، هذا حسب إحصاء الأزهر إحصاء أخيرا قبل شهرين 3 أشهر،
أحصى الأزهر في مصر أن المسلمين في العالم كم؟ تبين أن المسلمين في العالم 1,600,000,000، ما عندهم مكتبة لا 90,000,000 ولا 50,000,000 كألمانيا، ولا حتى 10,000,000 ما عندنا. وأنا أشك عندنا مكتبة 5,000,000 أيضا، مثلا مكتبات في هذا البلد في هذا القطر أقصد 250,000، يعني 250,000، أقصى شيء 500,000 وينتهي كل شيء. هذا ذنب من؟ هذا ذنب نحن المسلمين، لأننا مو مهتمين بالثقافة. الاهتمام بالثقافة شيء، الاهتمام بالأكل بالشرب باللباس بالسفر شيء، الاهتمام بالثقافة أيضا شيء. فريد ديل كارنيجي ينقل، يقول رحت ردت كتاب حول فلان موضوع، يذكر في كتابه، يقول شفت الكتب التي كتبت حول الدود، دود دود، يقول شفت 20,000 قسم كتاب مكتوب حول الدود في المكتبة. احنا ما نتصور حتى 10 كتب كاتبين حول الدود، يعني 20,000 مؤلف كاتبين حول الدود. دود شنو قيمته؟ هذا هذول لا يهتمون بالثقافة، والذي يهتم بالثقافة يتقدم. أما نحن الذين لا نهتم بالثقافة لا نتقدم، وإنما نتأخر كما نشاهد وتشاهدون. أحد الأصدقاء نقل قبل هذه القصة قبل 40 سنة 30 سنة، يقول رحت إلى إحدى قرى يزد. في القرية رحت لا فرد واحد أدي شغل وياه، يقول شفت في بيت هذا الرجل أكو فرد تصوير مال علي محمد الباب. هذول مو بابيين، هذول مسلمين شيعة مؤمنين متدينين عائلتهم كلهم. يقول سألت من صاحب البيت هذا تصوير من؟ قال هذا تصوير علي محمد الباب. قلت بابيين؟ قال لا مو بابيين. قلت أنه أولاد عندكم بابي؟ قال لا أولاد مو بابي. قلت لا إيش عجب التصوير خليته هنا؟ قال الحقيقة أكو فرد واحد من اليزد بابي يأتي إلينا، وطلب من عندي أن أخلي هذا التصوير في بيتي في مقابل كل شهر 100 تومان يعطيني، و100 تومان ذاك اليوم هواي فلوس. يقول أنا هواي تعجبت، قال إيه هسه مستمر يعطيني كل شهر 100 تومان على هذا التصوير. يقول قلت هذا منو هذا البابي المبلغ البابي؟ قال على أنه فلان مكان في يزد هو. يقول رحت حتى وصلت إلى ذلك المبلغ، سلمت وياه كذا وقلت له هل هذا صحيح؟ أنت وضعت هذا التصوير في بيت هذا الرجل كل شهر تعطيني 100 تومان؟ قال إيه. قلت كل شهر تعطيني 100 تومان على تصوير في غرفته؟ قال نعم. قلت له شنو فائدة؟ قال أنا أدري الأب ما يصير بابي، الكبار من العالمين يصيرون بابيين، لكن الأطفال الصغار هذول عندهم، الأطفال الصغار يسألون هذا تصوير من؟ الأب يقول هذا تصوير فرد واحد كذاب دجال ادعى الخلافة عن الإمام الحجة أو النيابة عن الإمام الحجة أو أنه الإمام الحجة، ولد يعرف هذا الشيء أكو أصلا. بعد ذلك يروح يدور يفتر يسأل من 1000 طفل هالشكل فرد 10 يصيرون بابيين. هذا هو أنا قصدي هذا. أنت شوفوا هاي مو ثقافة في الحقيقة، وفي الحقيقة ما سووا للبهائية فرد كيان في إيران وفرد محاربات، وحتى كان الطبيب الخاص للشاه السابق بهائي حسين علاء، وحتى رئيس وزراء الشاه عباس خويدة كان بهائي، تدريجيا يوصلهم إلى فوق، مش ملازم في اليوم الأول يوصل. هذا معنى تأثير الثقافة. إحنا كنا في الكويت نطبع قطع صغار كلمات من القرآن الحكيم أو من نهج البلاغة أو كلمات الرسول أو الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، بالألوف نطبعها ونخليها في البيوت أو نخليها في السيارات، لأن هذه الكلمة كثيرا ما تؤثر. كان في الكويت أسبوع المرور، شفت على أنه فرد مكان كاتبين لا تسرع فالموت أسرع،
أي السائق يأتي يشوف هذا الشيء يعرف أنه ثقافة ويعرف أنه صحيح. من 1000 سائق 10 سواق هم يستفيدون المعلومة جن لهم. شاهد على أنه إحنا يجب علينا أن نهتم بالثقافة، بالإذاعة، بالتلفزيون، بالصحف، بالكتب، بالمكتبات. أنتوا القاعدين هنا الآن، لنفرض أنتوا 50، كل واحد يتمنى أن كل صديق اللي إله يقين كل واحد عندكم فرد 1000 صديق، قولوا له يجعل في بيته مكتبة. كلش بسيط هذا، كلش بسيط هذا الشيء. يجعل في بيته مكتبة، مو لازم مكتبة ضخمة، هم مكتبة 1000 كتاب، 500 كتاب، 400 كتاب، 300 كتاب، 200 كتاب، لأن هالكتب وقت اللي إنسان يتفرغ يطالع فرد كلمة حكمية، فرد هداية، فرد إرشاد. نحن في الكويت في الأواخر فكرنا في هذا الشيء وأصررنا على أصدقائنا على أنه يجعلون في بيوتهم مكتبات، مع العلم أن كثير منهم ما كانوا يتصورون أن لهذا الشيء فائدة، لكن ما يقارب 200 منهم جعلوا في بيوتهم مكتبات في ظرف قليل، في ظرف 2 سنين تقريبا. يخلون مثلا أنه رفين 3 رفوف أو فرد مثلا كذا يخلون مكتبات، هذا يرفع ثقافة المجتمع، يرفع ثقافة المجتمع، يشجع المؤلفين، يشجع المطابع، يعني يشجع الثقافة بصورة عامة، يشجع الثقافة. كان عندنا في العراق فرد وزير عدل اسمه كاظم الرواف، الآن ما أدري حي ميت. أنا كتبت في العراق، يعني شوفوا الغربيين شلون يهتمون بتحطيم ثقافتنا ونحن نغفل عن الثقافة. أنا كتبت فرد كتاب صغير اسمه هكذا الشيعة، نريد إرسال هذا الكتاب إلى الحج حتى أنه يربع الصدع بين المسلمين الشيعة والسنة، لأن يعني كثير من السنة لا يعرفون من الشيعة ماذا يقولون، وحقيقي كثير منهم حتى المثقفين منهم يتصورون أن الشيعة لهم كذا وكذا وكذا ومن هذا القبيل، حقيقي يتصورون. نقل لي فرد قصة المرحومة السيد سعيد زيني الله يرحمه، كلش قصة غريبة وحتى تعطينا دلالة أن قسم كبير من السنة كيف يتصورون حول الشيعة. أرجع إلى قصة التي أريد أن أذكرها عن كاظم الرواف وزير العدل العراقي. سيد سعيد زيني كان يشتري كتب من مصر منذ قبل 40 سنة، كان يشتري إلى أن أواخر حياته، توفي أظن قبل 1 أو 2 سنين، توفي في كربلاء الله يرحمه. يقول أنا كان عندي كتب أريد أنقلها إلى العراق من مصر، فهذا يحتاج إلى روتين. الروتين رحت قالوا ممنوع 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 ممنوع، وأخير شيء قالوا هذا نفس الوزير لازم يعطي رخصة، قلت ما يخالف. رحت من الوزير، يقول الوزير ما كان سكرتير الوزير، كان فريق شباب مهذب مثقف خريج جامعة في القاهرة. يقول طلبت مني الطلب، قال عجيب انت في العراق؟ قلت ايه. قال عجيب انت في كربلاء؟ قلت ايه. قال حقيقة في كربلاء اكو شيعة؟ قلت ايه ممتلئ الشيعة. هذا السؤال شنو؟ قال انت شايف عندهم ذيول؟ يقول انا من الشيعة وتعال الان انزع ملابسي اشوف عندي ذيل او ما عندي ذيل. ثم انا اتعجب منك انت المثقف الخريج سكرتير الوزير اخر صاير ان الانسان يصير عنده ذيل؟ يقول هو يخجل بعدما قلت له هذا الكلام. حقيقة شوفوا هالقصة صغيرة حجما لكن كبيرة دلالة، الذي لا يعرفك لا يقدرك. يقولون القراء حفظهم الله أن الإمام الحسين جاء إلى كربلاء وقتل صلوات الله عليه، وجاءت في ليلة 11 الزهراء وهي تقول بني قتلوك وما عرفوك. هذا واقع ما عرفوك. أنتوا ليش تصورون هذول كانوا كلهم يعرفون الإمام الحسين؟ الريفيين الآن شوف المدن التي تكبر، الريفيون يأتون إلى المدينة غالبا، قسم منهم لا شك كانوا يعرفون.
لكن الإعلام ضد الإمام الحسين بشدة، ضد علي بشدة، أصحاب علي قتلوا مثل حجر وغير حجر، فهذول الريفيين لا يعرفون ويقتلون الإمام الحسين، بل كثير منهم أيضا كانوا يعرفون لا شك فيه. الشاهد على أنه إحنا كنا في العراق صدرنا كتاب صغير اسمه هكذا الشيعة للجمع الشامل، حتى السنة يعرفون ماذا يقول الشيعي ولا يتصورون أنهم كفر وأنهم محرف القرآن أو أنهم يبيحون كذا وكذا. يقولون كلمة كاظم الرواف وزير العدل بشخصه اشتكى ضدي على أن هذا خرق لقوانين البلاد، بينما هذا الشيء كتاب لا في ساب لا في تهجم لا في استهتار أبدا، وإنما الشيعة يقولون بالإله الواحد بالنبي بالأئمة بالقرآن بالصلاة وإلى آخره، أشياء إيجابيات فقط وفقط. يعني أن الغربيين يضغطون علينا حتى كتاب صغير لا يطبع، لماذا؟ حتى يبقى التفرقة بين المسلمين. هم يجعلون في بلادهم مكتبات 50 مليون و90 مليون، نحن لا حق لنا حتى في تصدير كتاب صغير للرأب الصدع وجمع الكلمات. لذلك الحقيقة من المهم الاهتمام بالثقافة، الثقافة المنزلية. كان فرد واحد صديق من أصدقائنا الله يرحمه حج عبد الصمد معرفي، رجل خير كويتي، وأنا أصررت عليه بأن يبني مسجد في الكويت وبنى مسجد أيضا، فتوفي بعد ذلك. سألت عنه، هو كان عنده تجارة مع يابان، سألت عن أن اليابانيين لماذا هالتقدم الغريب عندهم. حقيقة اليابانيين عندهم تقدم غريب حتى من الغربيين، هم أكثر تقدما. قال سره ثقافتهم. قال أنا شايف في يابان إنسان يدخل بيت الياباني، في الدولان أكو، على الصلاح العراقيين يقولون دولان، في الدولان أكو مكتبة، في غرفة الطعام مكتبة، في غرفة المنام مكتبة، في غرفة الاستقبال مكتبة، وحتى في المرحاض مكتبة. حتى في المرحاض إنسان يدخل المرحاض يفرد 5 دقائق يقعد أو كذا يقضي حاجة، يقول يشوف الفرد كتاب، ولو كتاب مثلا قصة أو فكاهيات أو ما أشبه يطالع. غير يقول في كل قطاراتهم كتب، في كل سياراتهم كتب، في كل طائراتهم كتب، والمكتبات منتشرة بشكل غريب، وكل واحد يشوفه بالطائرة أو بالسيارة أو بالشارع جاي يطالع. هذا واضح بعد يتقدم. أما أناس لا يطالعون لا يفكرون لا يتثقفون، هؤلاء يسقطون. نحن يجب علينا أن نهتم بالثقافة. الإمام الصادق يقول ليت السياط أو ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. تفقه معناه فهم الحياة، مو تفقه معناه فقهاءنا فقط. فقهان قسم من الفقهاء لا شك فيه. الفقه على قول صاحب المعالم في اللغة الفهم، يعني تفقه تفقه، وفي الآية الكريمة حتى يتفقه في الدين. دين يعني مجموع الحياة، مو معنى عبادات مثلا اعتقادات وكذا، الدين معنى مجموع الحياة. فكل واحد من عندنا يتمكن تأليفا تصنيفا خطابة هداية تنظيما مكتبة مجلة إذاعة تلفزيونا إلى آخره، الوسائل الثقافية المنتشرة الكثيرة الموجودة. إذا صنعنا هذا الصنيع نحن، هذا الصنيع يسبب ارتفاع الأمة تدريجيا. ذلك هذا من الرواف اشتكى علي لماذا أنا كتبت هذا الكتاب، لكن شكايته ما كانت تفيد. الله يرحمه شيخ عبد الزهرة، أريته صورة الشكاية، لأن صورة الشكاية دزوا علي، قلت له على أنه هذه الشكاية تصلح أن يخلوه على الكوز ويشربون بيه ماء. هم هذا العمل يعملون، نحن أيضا يجب علينا أن نقابلهم بالثقافة. إذا تثقفنا الآن، لاحظوا من في كابول اللي حرب أكو،
حرب أكو بين من؟ بين المسلمين، وبين المسلمين من مذهبين، لا من مذهب واحد. هذا مو معناه أنه ماكو ثقافة في الحقيقة، بس أحيانا حرب بين بلد وبلد، بين دين ودين، بين مذهب ومذهب، لكنه حرب بين مسلم ومسلم، وكلاهما خرجا من تحت الاستعمار الروسي، وبلادهم مهشمة ومحطمة تهشما وتحطما. إذا تمكنوا من بناء بلادهم أقل تقدير 50 سنة يحتاجها حتى يرجعوا إلى حالتهم قبل الغزو الروسي. هذا ما هي ثقافة، ثقافة هجوم، ثقافة حرب، ثقافة سباب، ثقافة سلاح، هذا هو كل ثقافته. هذا هو حقيقة. شوفوا أو مثلا في الجزائر هالقصة الموجودة على الآن، هالحرب اللي موجودة بينهم، أو في مصر هالحرب الموجودة بين جماعة كذا والحكومة. لماذا هذا الشيء؟ غير أننا متخلفون. أو في العراق الحرب اللي موجودة بين الحكومة وبين الناس وبين الأهالي، لماذا هذا الشيء؟ هذا كله لعدم الثقافة. فلازم علينا أن نرفع المستوى الثقافي، كما نبني حسينيات، نبني مساجد، نطعم، نقرأ، كله صحيح هذا، لكن الجانب الثقافي من حياتنا صارت ناقصة. الجانب الثقافي من حياتنا في نقص، فلازم في الحسينيات، كل مكان، في المساجد، في القرايات، كما أنه نوزع الطعام نوزع الكتب أيضا، ولو كتب صغار. الآن شهر رمضان بعد أيام إن شاء الله تعالى، من الضروري فرد 5 ملايين، 6 ملايين، 10 ملايين توزع كتب في هذا القطر، وكذلك في البلد الفلاني، في البلد الفلاني، في جملة من البلاد الإسلامية كتاب مثل هيروين، كتاب مثل هيروين. لماذا؟ كتاب مثل السلاح، يعني ممنوع 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 الكتاب. لماذا هكذا؟ بينما كتاب ثقافة. فمن الضروري الاهتمام للترفيع المستوى الثقافي كل بقدره. هذا بقدره 10 كتب، هذا 100 كتاب. له يقول فلان اليهودي جاء إلى لندن وصار بناء أنه ينشر في ظرف 50 سنة 1,000,000,000 كتاب. ومن الطبيعة أن اليهود يختمون مبادئهم في كتبهم. يقول من حسن الحظ الآن مضى 30 سنة وتمكن أن ينشر 1,000,000,000 كتاب، يعني في كل سنة أكثر من 30 مليون كتاب يهودي واحد ناشر. إحنا ما نتعجب إذا علمنا هذا الشيء ورأينا أنهم ماخذين بزمام الحياة، لأنه دائما المثقف يأخذ بزمام الحياة. الناس تبع للمثقفين وللأثرياء وللحكومة، الطبيعة، لأن الناس بطبيعتهم يتبعون القوة، قوة حكومة أو قوة ثقافة أو قوة مال. الناس تبع لهذه الأمور الثلاثة. في حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الاثنين، يقول طائفتان في أمتي إذا صلحتا صلحت أمتي، وإذا فسدتا فسدت أمتي، العلماء والأمراء. وإنما لم يذكر الرسول الأثرياء، لأن الأثرياء دائما تابع لهاتين القوتين، لأن الأثرياء تابعين، وإلا المتبوع هم العلماء وهم الأمراء. الضروري أن نهتم للثقافة اهتماما بالغا حتى نتمكن من ترفيع المستوى المنحط للمسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.